لبقى تتحرك. حاول تنام ونحن رح ننام شوي. ماشي يوسف. أختي؟ تصبح على خير. تصبح على خير. وانتو من أهله. ما عم بعرف شو عم بيصير. شو أخي صاير عم تشك بكل حركة عم تصير؟ مدحت وراسر ماني مرتاح له أبدا. خليل نام. ونحن كمان بدنا ننام. تصبحوا على خير. وانت من أهله. وانت من أهله. قصداً لحتى اجي لعندك. معقول يأذونا؟ لا تقولي هيك. نام شوي مشان
خلصته؟ كيفه؟ وضعه خطير. طلعنا رصاصات بس الكلية متأذية، ولأنه نزف كتير الكلية الثانية بخطر. يا ريت جبتوه أبكر. لك أنت شو عم تقول؟ لك بس شو عم تقول مصطفى؟ كيف بدنا نلحقها؟ لازم تنقلوه على مشفى مجهز. هون ما في إمكانيات. ما فينا ناخده لغير مكان، بدكم تلاقوا له حل هون. هون كتير صعب. لك شو هالحكي؟ أنت شو عم تقول شو يعني؟ لك مصطفى روق علينا بقى. دكتور أنا بعرفك أنت فيك تساعده. أنا عملت اللي بقدر عليه، بضل الباقي على الله. اهدى. اهدى. ما في أمل منه. زاهر عم يموت. أنا باخده. أنا باخده من هون. باخده على مشفى كبير. تعال هون. خلصنا بقى. هذا أخي ولك. لك هذا أخي. ما عم تفهم؟ هذا أخي. ماشي بقى. اهدى. خلص ولا؟ تريك. لا ترد. تركني. تركني. وقف. مينو هاد؟ وين كنتوا لا؟ زاهر. وين كنت يا غبي؟ ليش ما عم ترد علي من الصبح وأنا عم دق لكم؟ زاهر.